بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكل متابعين. النهاردة هنشوف عروض زهران. زهران عاملين عروض حلوة جدا على كل حاجة في المعرض، والحقيقة أنا ما كنتش أعرف إن في عروض حلوة كده لولا أنتوا لفتوا نظري في الكومنتات، صورنا في زهران في عروض جامدة. فالحقيقة رحت ولقيت العروض تستاهل، حتى الموديلات الجديدة اللي ما كانتش بتنزل عليها عروض نازل عليها عروض. العروض دي يا جماعة لغاية آخر الشهر او حتى نفاذ الكميه، في لان الفتره اللي جايه الاسعار هتزيد، اي فاي حد محتاج حاجه ينتهز الفرصه بدون تردد. العروض على الاطقم. اما الفرداني لو جبتي حاجات ب 1500 جنيه هتاخدي هديه، وهديه قيمه، ده غير انك لو اخدتي ب 2000 هتدخلي سحب على جنيهات ذهب. طبعا نظام التقسيط متاح تبع الفيزا، وفي شركه كمان جديده ممكن لو حضرتك ما عندكيش فيزا من البنك ممكن برضو تقسطي عن طريق الشركه دي. ده غير كمان ان متاح نظام التوصيل، فدي حاجه جديده. احنا النهارده بنصور من زهران فرع رشدي، طبعا احنا في اسكندريه في منطقه رشدي. لو حضرتك جايه من ناحيه البحر او من ناحيه الترام او من ناحيه ابو قير، هو موجود تقاطع الترام مع المعسكر الروماني، شارع اسمه المعسكر الروماني، سهله جدا وقريب من الترام. ادي الترام اهي، وسهل جدا برضو من البحر ومن ابو قير، سهله جدا الوصفه. تعالوا بقى ندخل نشوف العروض. ما تنسوش بقى اللايك والدعوه الحلوه، ونبتدي على بركه الله كل العروض النهارده. النهارده اولى العروض من عند تيفال زهران. نقول سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تيفال زهران عامل لنا النهارده خصومات لغايه قد ايه؟ توصل لحد 40%. توصل ل 40%. تعالوا بقى نتفرج على الاطقم ونشوف كل الاطقم بقى واحجامها. اتفضل حضرتك معايا كده. اول حاجه معانا ايه؟ اللي هو الكوك ناشونال، اللي هو اللي فوق ده. ايوه اسمه التوب ناشونال. كوك ناشونال. كوك ناشونال، تمام. ده حاجه ده معنيه جرانيت. ايوه تساوي الصون. تمام. بغطا بايركس او بغطا ستانلسي على حسب الاختيار. يعني هو ممكن حضرتك تاخديه بغطا ستانلس او بغطا بايركس. بالظبط كده، تمام. كم حله هو؟ يبقى مش كل العروض، يعني مثلا في مثلا نمسك كده اول واحد. هو مقاساته الاساسيه بيبقى 8 مقاسات، بس هو العروض بيبقى نازل مجمع ما بين مقاسات، يعني مجمع بين مقاسات. مقاساته ايه يعني؟ اللي هي مقاساته ايه؟ بتبقى بمقاس اول مقاس 18 20 24 26. تمام. في عرض زي كده مع ميلايتين مقاس 20 و22 مع الوك. ايوه تمام. مقاس 28 28 وعليهم دي هديه اللي هي طقم التوزيع. طقم التوزيع بيبقى عليه هديه بيبقى على اربع قطع، معلقه وشوكه ومعلقه سباكيتي وشياله. تمام. كل بقى ده بكام؟ ده العرض اساسا سعره اساسي عامل 3735 جنيه بقى ب 2499. بالظبط كده. طبعا العروض اللي احنا بنتكلم عليها دي حتى نفاذ الكميه، تمام. وعلى فكره في خدمه توصيل كمان. ندخل على الطقم اللي بعده. ده بقى عباره عن اربع حلل بس. اربع حلل فقط لا غير، بس مقاساته متفاوته من المقاسات من بعض. يعني مثلا كام؟ بيبقى مقاس 18 20 26 30. الحله الكبيره 30 اكبر بقى. تمام. ومعاه طقم هديه اللي هو التوزيع. التوزيع بس مختلف، يعني مثلا في كبشه برضو ان مكان الشوكه في الموديل قبل منه. ايوه. المعلقه والشيال ومكرونه الاسباجيتي. حلو قوي. طبعا ده نازل يا جماعه من 2704 ل 1799. بالظبط. ندخل على اللي بعده برضو. مقاساته كام؟ اربع حلل هو؟ عباره عن اربع حلل. ايوه. ومقاساته عباره 18 22 24 28. والاضافه كمان معاه مقلايه مقاس 20. دي هديه دي ولا هي بتبقى كده معايا؟ نازله مع من ضمن العرض. ايوه. من 2000. العرض ده عامل من 2890 ل 1999 جنيه، يعني 2000 جنيه بس يعتبر. طبعا تمام. خامه الكوك بس كنت عايزه بس اشوف حله منهم يا استاذ لو سمحت. يعني بصوا ده اللي هو غطاها بايركس. تمام. حلو قوي. دي برده ثلاث حلل بقى. احنا ده شفنا العرض ده اصغر عشان حسب برده رغبات العميل زي ما هو محتاج. ممكن حد مش محتاج يعني كله. ثلاث مقاسات. حلو. الحلل بيبقى مقاس 18 22 26 وعملية 22. تمام. طبعا مش عايز طبعا ماركة تيفال غنية عن التعريف طول عمرها. تمام. طبعا كل العروض اللي احنا شايفينها دي جرانيت، دي كلها حلل جرانيت بدأنا بيها. اتفضل حضرتك. دي خامة الجرانيت الفرنسية. ايوه. دي بتمتاز طبعا ان هي بقوة والصلابة بتاعتها والعمر الانفرادي طويل بتاعها. ده كده اللي هو ثلاث حلل.
ثلاث حلل مقاسات 18 22 26 26 ومعاه المقلاه ال 22. ايوه بصوا تمنها واضافه كمان للطقم التوزيع ده داخل معاه حلو بقى سكرين شوت بقى عشان لو عايزه اي حاجه حضرتك تبقي برده تعرفي تيجي على طول بسهوله جدا من 2175 ل 1399. كده احنا خلصنا الجرانيت ولا في جرانيت تاني؟ لا كده احنا خلصنا الجرانيت. الجرانيت عندكم الطقم اللون ده بس اللي هو الجراي ده؟ طبعا هي اي براندات كبيره بيبقى الوانها مش كتير او بيبقى معظمها بيبقى لون او لون بكتير جدا. الله ينور. بس عشان ما يبقاش فيه خلط ما بين الموديلات التقليدي بتاعها. دلوقتي بقى احنا هندخل على ايه تاني؟ هنخش على التيفال برضو زهران. ايوه تيفال برضو خامات فرنسيه. تمام. ده موديل الارميتال ده من اقوى موديلات التيفال اللي موجوده في السوق. او الموديل نفسه ده اسمه ارميتال انما الخامه بتاعته ايه ده؟ تيفال برضو. تيفال. ده تيفال. احنا خلصنا جري ده تيفال. حلو. تمام. الله ينور. بس ده يعتبر من اقوى الموديلات اللي موجوده في زهران. الله ينور. شكله شيك كمان قوي. طبعا حلو. بتبقى الالوان بتاعته اولا معالجه حراريا. الايادي بتاعته معالجه حراريا لان بيبقى هات لنا كده حل يا استاذ كده ونوصف عليها الناس. بيبقى فيه عباره عن قرص ستانلسين ما بين اليد وما بين البودي بتاع الحله. ايوه عشان حتى لو النار طلعت زياده عن اللازم او اتحركت عن العيد عن النار تبقى الايد محميه تماما من النار ان هي. ودي خامه البقاليه وده التوزيع الحراري القاعده بتاعتها. بيبقى عباره عن قرص ستانلسين في القاع عشان يعمل عمليه التوزيع الحراري وعدم تقوس القاع. الله ينور عليك. دلوقتي الطقم ده اللي هو التيفال ثلاث حلل اول حاجه مقاس 20 دي حضراتكم 20 24 28 بلس معاها كمان مقلايه 22 مقاس 22 بالظبط. العرض بقى القمر ده بكام؟ العرض ده نازل من 2240 نازل ل 1699. الحقوا العروض العرايس تلحق العروض الجامده دي. وست البيت طبعا داخلنا على رمضان بقى والعزومات وكل الكلام ده كله. عندنا برضو الطقم التاني ده استاذ عباره عن اربع حلل. حلو قوي. مقاس 18 ايوه 20 و24 و28 و26 و26 تمام. ده نازل من 2179 ل 1799. كده احنا في بقى تيفال تاني ولا ايه؟ في برضو قسم شكل هنا. تاني تشكيل في موديل التيمبو زي ده كده اسمه التيمبو. موديل التيمبو ايوه عشان الشعله اللي فيه دي اللي موجوده بالظبط كده. تمام. هو ده يعني ستايله شاكه شويه كده حلو قوي ومختلف شويه عنهم. ده برضو عباره في عرض نازل منه عباره عن اربع حلل مقاسات 16 و20 و24 16 و26. نمسك كده نشوف الحله دي كده اللي هي دي موديل التقديم موديل التيمبو. تمام. ميزه الحله دي بتصميمها المختلف وملفت جدا للنظر. تمام. على هيئه الشعله بس دي خامه برضو فرنسي بيجي هنا عباره هي بتبقى تانج ستايل بتبقى فرنسي وبتبقى مجرد هي بتاخد الفورمه هنا بس في مصر وتركب لها اليد. تمام. انما كل شيء فيها فرنسي 100% بالاضافه ان هي في توزيع حراري برضو. بتهيألي التوزيع الحراري ده شيء اساسي عند زهران هنا. طبعا يا فندم. طبعا يا فندم. انت بتاخدي حاجه ماركه تيفال دي غنيه. ايوه طبعا طبعا على مستوى العالم كله بالاضافه احنا مش مجرد بندي قطع خلاص انتوا ملوك التيفال اصلا للعمر الانفرادي الطويل مع حسن الاستخدام. أيوة. كل ما حسن الاستخدام صح مع التيفال عمر انفرادي بيبقى اكتر. يخلص. بصوا بقى الطقم اللي احنا عايزين نقول لكم النهارده عليه بقى اللي هو اسمه تيمبو. ده تيمبو. ايوه اربع حلل اهم مقاس اتفضل 18 مقاس 16 20 24 26 بكام؟ ده نازل من 1970 جنيه. ايوه ل 1299. تمام. ده كده لوحده بالظبط المقلايه دي لوحدها بالظبط. ده الوك او الوك الوك مقاس 28. ايوه تمام حلو قوي. عباره عن الوك برضه نفس التوزيع الحراري بتاعها. ايوه فيها السيرموس بوت الداخلي بتاعها. ده بيعمل ايه بقى ده؟ ده بص حضرتك ده بيديك الستارت بحيث لما تبقى المقلايه او جاهزه جاهزه للاستخدام على طول. برافو. يعني اول ما احطها على النار واول ما تجهز ده بقى بتلاقي كله يعني سامح حضرتك لونه... لو دققنا شويه في الشاشه عباره عن الشكل العام كده. ايوه الاحمر في لون تاني درجه تانية اول ما نلاقي كلها الاحمر الداكن. ايوه يبقى معناه ان هي جاهزه ان احنا نعمل عليها الاكل. بالظبط. الله ينور. جاهزه دي بقى نازله افضل افضل نتيجه للطهي بتاعتها على النار. مهمه التعليمات دي يا حبايبي عشان تحافظوا على الحاجه اطول مده ممكنه. طبعا هي ثمنها من 475 ل 385. حلو قوي. اتفال ايه تاني بقى النهارده؟ في برضو عندي طقم توزيع زي كده حاجه صغيره كده عشان نحافظ على عمر الانتفال بتاعنا والاستخدام بتاعه. يعني ده شيء لابد منه ده طبعا. على حسب برضو الماركات طبعا الموجوده عندي. في حاجات كده وفي حاجه برضو حاجات يدي خشب هنشوفها بعدين. ودي ايادي ايه دي؟ دي خامه هي
خامه ينصح استخدامها مع جميع اسطح التبال. تمام تمام عشان ما تجرحوش بالظبط كده. هي مش بلاستيك وما بتسحش على النار، بالعكس دي بتشيل بسرعه 220 درجه مئويه. تمام تمام، وفيها جميع التشكيله بتاعت الطقم التوزيع اللي هتحتاجيه في المطبخ. طبعا دي نازله حبايبي من 139 ل 99 جنيه، ده كده طقم توزيع اللي هو الاحمر في اسود، وفي كمان الاحمر الاسود السادة ده برضو نفس الثمن بالظبط كده. هو فرق بس درجات اللون او حسب اختيار العميل براحته خالص. تمام، الناس بقى اللي عايزه صواني ندخل على الصواني. اتفضل حضرتك. موديل التيمو ده برضو في عرض، عباره عن صينيتين. ايوه مقاس 26 انسب مقاسين للكيك وال30. حلو بالظبط، دول نازل عرضهم من 740 جنيه ل 479 جنيه. طبعا عرض حلو جدا. ده كده بالنسبة للصواني. عندنا برضو ده برضو عرض، هو برضو العرض ده بس خامة تانية اللي هو الماني ده، هنخش فيه وفي عروض عايزين ناخدها كده بالعرض وكده. مفيش مشاكل. نبدأ بالصينية ولا نبدأ بالصينية تدريجيا كده؟ نبدأ بالصينية عشان ندخل بقى ونعرف الناس. تمام. دي بقى ده بقى عرض تاني اسمه ايه؟ ده مينت. تمام، ده كده اسمه عرض مينت بالظبط كده. الله ينور. ده عبارة عن صينيتين، عبارة عن صينيتين برضو انسب مقاسين اللي هم مقاس 26 و30. تمام، ونازل عرضهم، ده عرضهم قوي جدا، نازل من 630 أيوة. ل 399. حلو طبعا. برضو الايزي مع خامة الايزي بلس المضافة على التيفال برضو نفس النظام، برضو مع توزيع الحراري بتاعنا. حلو، احنا متعودين عليه. الله ينور. كل قطعة برضو السيرموس بوت فيها موجودة. السيرموس بوت اهو يا جماعة اللي بيعرفك ايه كل حاجة. بالظبط، دي انا انهي وقت افضل ان انت ممكن تستخدمي قطع التبال على طول. احنا بدانا بالصغير، تعالوا بقى نشوف دلوقتي اطقم الحلل بتاعته عشان لو حضراتكم عايزين برضو تشتروا. عندنا ده برضو اسمه مينت، طبعا مينت ده موديل المينت. تمام، ده عباره عن ثلاث حلل، عرضه قوي جدا حلو قوي. عباره عن ثلاث حلل مقاس 18 و22 و26، بس هما ثلاث حلل فقط، طقم صغير. ايوه، نازل عرض من 1210 ل 849. الله ينور، حلو قوي. بصوا بقى عندنا طقم تاني عليه مقلايه، مش ده كده بلس المقلايه معاه؟ بصوا يا جماعه عندنا ثلاث مقاسات برده 18 22 28 والمقلايه بكام بقى ده؟ ده حضرتك نازل من 1340 نازل ل 899 جنيه. حلو قوي. تمام، ده على فكره المقلايه دي مكانا، المقلايه دي هديه كده كادو. ثلاث قطع دول نازل عرض عليهم بالاضافه ان هو عامل نازل المقلايه دي كمان مجان، عرضه قوي جدا على صغر حجمه بس ده قوي جدا يعني. طبعا جميل. في برده بعديه اللي هو الاربع حلل. اربع حلل ده حضرتك، ده بيبقى غطاء ستانلس ستيل اللي هو ده قدامنا ده بالظبط، ده مقاس 18 20 22 26، ده نازل من 1570 ل 1099 جنيه. الله ينور، اللي هو مينت. كل ده احنا لسه في عرض مينت. في بقى ده برضو نفسه تقريبا ولا الحله ضخم شويه؟ ايوه، بس هو ينصح بالعرايس والشعورات او اللي عايز يجدد طقم التبال بتاعه كامل كله. ده بقى طقم كامل على بعضه. فحضرتك بعباره عن اربع حلل، حله مقاس 18 20 22 26. الله ينور. ومعاه ميلايتين 22 و 24. حلو قوي. ومعاه صينيه فرن، يعني ده طقم كامل بقى على بعضه بقى بالظبط. الرفايع بتاعه بالظبط، حتى طقم التوزيع برضو معاه مجانا. حلو جدا، بالاضافه للعرض بتاع الطقم كله. بصوا بقى الطقم ده بكام بقى؟ من 2460 ل 1500، يعني 1600 بالظبط كده. تمام، ده كده احنا خلصنا كده التيفال. قبل بقى ما نختم الفيديو عايزين نعرفكم برضو ان في عرض زي ده، ده تيمبو، ده موديل التيمبو. ايوه، الغطا ستانلس ستيل بتاعه. تمام، ده الغطا ستانلس الشكل الجديد. تمام، حلو، عباره عن حلقه 16 20 24. حلو، دول عرضهم كويس قوي، دول نازلين من 1460 ل 1199 جنيه. ده برضو عرض من ضمن العروض. وفي بقى اللي بعده ده كمان الارميتال، موديل الارميتال بتاعنا اللي احنا عارفينه غني عن التعريف. تمام تمام، ده بيبقى عباره عن حلتين 26 و30، ومعاه مقلاية مقاس 20، ومعاه ترمس طبعا بإضافة للعرض. ايه ده كمان هدية ترمس؟ ترمس تيفال. ايوه تمام، على فكرة بيحتفظ بالسخونية بجد، مش الحاجات اللي هي الترمس الموجودة في السوق المصري. بصوا يا جماعة عايزة اقول لكم الخامة بتاعته تحفة، حاجة كده اخر جميل، اللوك بتاعه بجد فعلا فعلي. القفل مش بقى قفل بجد حقيقي. أيوة. ده هدية بالإضافة للعرض، العرض ده نازل
من 2515 ل 1595. تمام. نزل 516 جنيه. حلو قوي. طبعا بعد ما خلصنا العروض دي لازم نقول لحضراتكم بقى على الخلاصه. اتفضل يا استاذ. في مفاجاه ان شاء الله في اخر الفيديو، تمام، اللي هو وفي برضو هدايا. حلو على المشتريات باستثناء العروض. تمام تمام. فوق ال 1500 جنيه بناخدوا هديه جميله جدا. دي برضو حاجه هنقولها في اخر الفيديو. يعني احنا دلوقتي لو خدنا العروض، ادينا خدنا العروض، لو خدنا حاجه تاني ب 1500 جنيه لينا هديه. باي حاجه من الفرع، يعني استل، استفال، اي حاجه ب 1500 جنيه لينا هديه. هديه قيمه جدا كمان. حلو قوي. طبعا عايز اقول لحضراتكم احنا هنختم الفيديو ده، واستنونا بقى في فيديوهات الاستلس وكل حاجه ان شاء الله، وفي خدمه توصيل لغايه البيت. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوناش في الدعوه الحلوه واللايك والاشتراك في القناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.